السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في بوتيك الرايه. واليوم عادي جاب لكم شي حاجه واعره، وغادي تشوفوا هذا الشيء مع اختي شاديه. لاباس عليكم، مرحبا بكم بوتيك الرايه. كيما وعدناكم اليوم جاتنا سلعه القصيره والمويه ديال الكيطمه ديال بتيت طاي، هي هذه اللي جاتنا اليوم. ها انتم شوفوا الكيطمه اللي جاتنا اليوم، جاتنا في الصباح وما قدرش نصبر، قلت نصورها لكم اليوم باش تشوفوا الجديد ديالنا. هي هذه السروال ديالها سامبل، شوفي يا لالا كطمه بالقبيب، واحد الباندا فيها السنيسله والجويبات كيتحلو وكيتسدو. وهانتي تشوفي من الداخل كيف هادشي، شوفي الثوب ديالها، شوف هذه من الداخل راها ثوب، بالنسبه للسيده اللي كتعرق هي تكون هانيه. من الداخل عندنا ثوب زائد واحد الكنينات واعرين فيهم باندا. هانتي كتجي في اللبسه، شوفي الظهر ديالها كتجي واعره في اللبسه. ونوريكم عاوتاني اللون ديالها اللي جا اليوم، خطير واحد اللون. شوفي اللون كي داير، شوفي السروال تلصق ديال الوان، شوفي اللون ديالها، شوفي السنيسله حتى هي من الداخل حتى هي بالجويبات ديالها. وهاد الميزه اللي في هاد الكطمه هذه هي الكميمات ديالها واسعين هكا مرتاحين، والكول ديالها وما نساوش هذيك بالقب كيتحيد. السيده كما بغات تلبسها تلبسها، بغات تلبسها بوحده جاكيطه تلبسها، بغات تلبسها كطمة تحيد تلبسها. وتشوف اللون ديالها الثاني عاوتاني، شوفي الكطمة اللي جاتنا الكرونه يا لالا، شوفي حتى هي بالباندا سنيسله بالجويبات يا لالا، وبالسيور وبالقبيب كما بغات السيده. عندنا هذا القب راه كتحيد، بغات السيده القب تحيدو تحيدو، وبغات تلبسها بلا قب تلبسها بلا قب. هنا عاوتاني واحد الصفر خطير، شوفي شوفي كي كيجي في اللبسه. واحد السروال ديالها حتى هو قري مفتوح، والثوب واعر، الثوب واعر ديالها. هنا عاوتاني الغوز يا لالا، شوفي 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 الغوز يا لالا كي جات في اللبسه. هانتي خلاص الثوب كارانتي من برا ومن الداخل ومفصله، وكتجي ايفازي يا لالا، كتجي ايفازي. وخلاص راه عندنا خلاص الكميمات اللي فيهم باندا، وكاينه اللي بغات بلا باندا كيما بغات السيده. وخلاص السروال ديالها مرتاح. انا عاوتاني واحد اللون خطير، شوفي كي داير. وما نساوش راه عادي راه جابنا سلعه بالنسبه لي، وصاب الناس على لي بوط بالموديلات ديالو الطويل القصير ديال الجلد. المهم راه عارفين الناس الجوده اللي كيجيبنا عادي، وما تنسايش بان راه جابنا تا لي بوط بانطوفا اللي مازال ما حليناهمش على حساب الجو. انا عاوتاني واحد كيطمه كحله، شوفي يا لالا كيطمه كحله كي جايه، كيطمه كحله وبالسروال ديالها كحل سامبل مرتاح. شوفي كي دايره، وهاد الكيطمه هذيك كحله، شوف الثوب اللي في السروال ديال القطن عندها من الداخل، خلاص راه مفصله وبلي طاي وباللوان. انا عاوتاني واحد الكيطمه، شوفي الزيتي يا لالا كي جاي في اللبسه، شوفي الزيتي كي جاي واعر في اللبسه بالسروال ديالو. هانتي شوفي السروال ديالها كي كتجي في اللبسه. وما نساوش بان عادي راه جابنا الجاكيطه عاوتاني، الجاكيطه الخفيفه الطويله القصيره كاع الموديلات جابهم. انا عاوتاني شوفي البلوماري كي داير، شوفي لالا الكطمه كي دايره، شوفي الكطمه، شوفي الطول ديالها كي داير، شوفي السروال ديالها. وما نساوش راه عادي راه جابنا الجيليات حتى هما، جيليات طوال القصار الخفاف كاع الموديلات جابهم. شنو عادي يبقى كيكب ويجيب لنا، ما عرفنا شنو غيدير هذا العام. انا عاوتاني شوفي شوفي هذا اللون خطير، هذا اللون مع السروال القري جاي واعر واعر في اللبسه. وما نساوش عاوتاني ها واحد اللون خطير في اللبسه، شوفي كي دايره يا لالا، شوفي كي داير، شوفي كي دايره الكاتمه مفصله. خلاص لبسه السيده مع سبرديلات، خلاص راعتنا بالموديلات اللي بغات السيده كيما بغات الموديل راه كاين عندنا. هنا عاوتاني لالا هانا اختي على الكرونه وداخل فيها يا لالا القري، شوفي يا لالا شوفي شوفي لي الكطمه. وما تنسايش بان هاد الكطمه هادي راه فيها من ان حتى 4 اكس ان كاع لي طاي كاينين. شوفي الكحل عاوتاني، هاد الكحل مختلف على الاخر، هاد الكحل شوفي القري داخل فيه السيور وفي السنسله والسروال ديالها،
شوفي لها السروال واعره كتجي في اللبسه وخلاص بالقبيب ديالها كيتحيد. وما نساوش عاوتاني واحد كتمخه واحد البلون ماري هذا ها هو شوفي واعر في اللبسه وتا السروال ديالها راه بلون ماري كيف كيطما كالسروال. هانا عاوتاني واحد المفاجاه جاتنا اليوم هي كطمه قصيره يا لالا. شوفي الكطمه دو بياس يا لالا وقصيره. شوفي السروال ديالها سامبل والجبكطه ديالها شوفي كي دايره. هذه الميزه ديالها قصيره. شوفي الكول كيتطوى السنيسله ديالها بالجويبات ديالها فيهم السنسله هانتي جويبات حقيقيين ها هما. شوفي كي جايه من الداخل شوفي كي جايه من داخل القطن ديالها يا لالا. شتي هذاك الكحل وداخل فيه هذاك الغوز جاي واعر. شوفي البنطه هنايا الغوز هي كحله وداخل فيها الغوز جايه واعره والثوب ديالها واعر. شوفي الكميمات ديالها مرتاحين وقصيره بالنسبه للبنات اللي بغات سبور واللي بغات حقا تلبسها حتى مع الجين. اللي بغات السيده تلبسها مع الجين تلبسها بغات تلبسها مع سروال كتما كاين. انا عاوتاني شوفي اللون شوفي الموضه كي داير شوفي الكرونه يا لالا كي دايره. شوفي يا لالا الكرونه داخل فيها الغوز كيجي واعر في اللبسه. شوفي الكميمات ديالها هانتي شوف وشوفي مطبوعه هنا وهاد الطبعه اللي عندها هنايا في الصدر راه عندها حتى في السروال. انا عاوتاني وما نساوش الكطمه ديالنا ديال 5 اكس ال اللي جات السيمانه اللي فاتت راه دغيا مشات عادي جاب لنا الكليات وبقيت نغوت عليه قلت له علاش جبتي لي هاد الكليات كاملين ولكن عاد تنتعلم بالنوم بان راه هذاك الشيء اللي جاب راه عجب الكليان ديالنا ودغيا مشات. هانا عاوتاني اللون الثاني راه هذه دغيا مشات لنا بالنسبه للناس ديالنا اللي هنا داخل المغرب وخارج المغرب راه مشات لي بواحد السرعه خياليه. هذا الكونتيتي الثانيه اللي جات خلاص باللوان ديالها راه الكحل البلوماري كاع اللوان جات دغيا. هاد الكطمه ديال تبارك الله دغيا مشات ليا حيت فيها 4 اكس ال و 5 اكس ال الكرون طاي ديال بصح جاتنا واعره. واحد الميزه هادي اخرى هي السيده هادي ما خداتش كطمه بوحدها راه خدات كطمه وجاكيطه في نفس الوقت. جاكيطه خفيفه وبسيول اللي كتجمعوا هنا وخلاص القبيب ديالها بغات السيده بالقبل ديرها بغات بلا قب تحيدو هذاك على حساب السيده وشنو كي كتبغي تلبس. واعره واعره هانت شوفي الكحل كي داير شوفي هانت. بالنسبه للسيده اللي كتخرج للخدمه هذه تلبسها بوحدها مع تجي مع كولون السراول اللي عندك في الدار جبديهم ولبسيهم مع الجواكطه هذه. هذه راه ماشي جاكيطه هذه جاكيطه وكتما في نفس الوقت هانت. هذه كونتيتي الثانيه اللي جات الاولى راه مشات والثانيه هي هذه. علاش غادي تمشي بهذه السرعه هذه وما نساوش الكطمه ديالنا الشهيره هي هذه جات طوات بياس يا لالا بالبودي ديالها خلاص ما عارفين الكليان ديالنا اللي جات هي طوات بياس باللوان ديالها. اجي تشوفي عاوتاني اللوان ديالها وما نساوش هذه الكطمه راه مشات ليا كيما مشات الكطمه الاولى الثانيه حتى هي مشات. هذه راه الثانيه اللي جات خلاص باللوان ديالها وبلي طاي كاع اللوان ديالها كاملين جابوا منا عادي ولي طاي كيما وعدتي كيما وعدنا كيجيب لنا بلي طاي وباللوان ما تيجيبناش موديل ولا جوج. هانتي شوف شوف الخضر هذا واعر شوف كي كيجي في اللبسه واعر يا لالا. راه كاين الناس اللي مشات داو جوج من الاولى وثلاثه من هذه على حسب السيده. هذه راه مشات راه كاينه اللي كدي جوج ثلاثه فيهم كيما مشاتنا كطمه الاولى راه مشاتنا حتى هذه 3 بياس. ها شوف الكحل عاوتاني في هذا الموطه كي كيجي واعر في اللبسه والناس اللي كيحماقوا على الصومو. ها هو جا ها هو جا شوفي يا لالا المقرب ها هو جا. وما نساوش بان الكطمه هذه ماشي هذه اللي جات شوفي اللون ديالها يا لالا البس والماروس هي جات والزرق يا لالا بالبيض ما بقالناش الوقت والبلاصه تنحلكم اللون ديالها. ها اللون ديالها عاوتاني مخضر خلاص مخضر عندي فيه جوج لوان كان مخضر مغلوق وكان مكتوب. وهذا اللون ديالها وهذا اللون هذا حتى هو وهذا الشيء اللي وريتكم راه هي شويه من الكطمات اللي جاونا اليوم. شوف هذا الشيء هي شويه راه مازال عندي الموديلات اللي هي راه مازال ما حليناهمش. وما نساوش راه جاب لنا عادي حتى الكسوه هانتوما شوف الكسوه اللي جاب ونوريكم شونتيو منها هانتي شوفي يا لالا الكسوه اللي جاب خلاص راه بلي طاي واللوان
والموديلات ديالها. وما نساش عندي عاوتاني موديل اخر ديال الكسوه هو هذا سامبل خلاص بلي طاي ديالو الوان اللي كيبغي هذا كلشي كان مزوق سامبل كلشي كان. وما نساش هذه هذه الكسوه هذه واعره واعره في اللبسه هي هي الكارو بحال هكا بالسميطه ديالها بالنسبه للبتي طاي بالنسبه للكرون طاي راه كاينه بالحزام ديالها. وما نساش عاوتاني واحد المونطو شوفي المونطو اللي جانا اليوم شوفي يا لالا المونطو وكسوه في نفس الوقت جاتنا اليوم هانت شوفي الكسوه يا لالا مفصله بالكميمات ديالها هانتوما غنوريك كي كتجي هانت شوف التحتيه ديالها ها هي ها المونطو بالكول. وما نساش هاد هاد المونطو هذا يمكن للسيده تلبسو مع الانصومبل يا لالا ديال الصوف اللي عندنا سامبل ومزوقين اللي جابنا عادي خلاص راه كاينين زواقات اللي كاينين في السوق راه عندنا وكاين شي زواقات وحدين اخرين راه عندنا حتى همايا خلاص الانصومبل خلاص راه كاينين في الموديلات كاين الانصومبل دو بياس طرو بياس على حساب والزواقات ما نقولكش كاع هذوك الزواقات اللي في السوق عادي جابهم وتبقاو معنا ان شاء الله.